تعالوا بسرعة، يلا اقول لكم البنت دي عملت ايه وخلت شعرها حرير كده وطول، مفيش اسبوع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة هحتاج معايا النهاردة معلقتين من النشا او المايوزين او الكورن فلاور، وطبعا ما تنسيش تقولي بتتابعيني من اي دولة واكتبي لي كومنت حلو. انا كده اخدت معلقتين من النشا زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اضيف عليهم ايه معايا هنا، ده اسمه جل الصبار. هاخد معلقة واحدة كبيرة كده من جل الصبار وهبدأ اخلطهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض اهو بالشكل ده. وبعد ما امتزج معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا بقى عامل زي الكريم ازاي. هبدا اضيف بقى ايه معايا هنا حبايب قلبي، ده الاسبرين الاخضر اللي انا بجيبه من الصيدليه. كل اللي انا هحتاجه معلقتين اتنين، اطحنيهم كويس جدا، دقيهم بظهر معلقه كده او اطحنيهم وهيبقوا معاكي بالشكل ده. وهبدا اضيفهم على الخلطه بتاعتي. بعد كده هضيف ايه؟ هضيف معايا، وده مهم جدا للناس اللي عندها شعر هايش، وهو جيت زونسون بيبي. هاخد منه معلقة واحدة فقط بالشكل ده. اهم حاجة بقى الزيوت اللي انا هقولك عليها دي كلها لازم تضيفيها. الزيوت دي مهمة جدا جدا لانها هي اللي بتحفز بصيلة الشعر. معايا هنا اول حاجة وده زيت الزيتون. كل حاجة هاخد منها معلقة واحدة فقط، انا مش محتاجة حاجة كتير، يعني معلقة واحدة من زيت الزيتون اهو. وهاخد كمان معايا معلقة واحدة من زيت الخروع، من الزيوت التحفة جدا للشعر زيت الخروع. وكمان هضيف معلقة من زيت جوز الهند. وبعد كده هنبدأ نخلط المكونات كلها مع بعض. الزيت هنضيفه اخر حاجة، ما تضيفهوش في الاول عشان الوصفة ما تعملش تكتل معاكي. بصوا الزيت اختفى اهو وامتزج مع الخليط اللي انا كنت عاملاه. دي بقى تحفة جدا، بتخلي الشعر ملمسه ناعم جدا جدا، كمان بتطول الشعر وبتحفظ بصيلة الشعر لان احنا حاطين زيوت رهيبة جدا جدا للشعر. انا عايزاكي تستخدميها بقى امتى؟ استخدميها مرة واحدة بس قبل ما تستخدميها اغسلي شعرك كويس جدا ونشفيه بالمنشفة. لازم شعرك يكون ناشف وانت بتحطي الوصفة دي. الناس اللي بتاخد الوصفة وبتجري وما بتعرفش استخدامها ازاي، لازم تعرفي استخدامك للوصفة، عشان انت لو عملتي الوصفة وما استخدمتيهاش زي ما انا هقولك مش هتجيب معاكي نتيجة كويسة. اغسلي شعرك كويس جدا وبعد كده حطيها على الشعر من ساعة لساعتين، والبسي اي كيس نايلون فوق الشعر. وبعد ما تلبسي الكيس اعملي كمادات بالفوطة، كمادات مية سخنة، لان هي دي اللي بتساعد على فرد الشعر، تمام؟ وبعد كده اغسلي شعرك عادي بالشامبو بتاعك. وانتي بتغسلي الشعر بقى حاولي تضيفي معلقة قهوة على الشامبو بتاعك او على المية اللي انتي هتشطفي بيها شعرك، تمام؟ معلقة القهوة دي حلوة جدا لانها بتحفز بصيلة الشعر وبتخلي الشعر يطول بسرعة. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب تستفادوا. الوصفة النهاردة تحفة جدا، ما تنسوش بقى تشجعوني بكومنت حلو ولايك، وقولولي بتتابعوني من اي دولة. باي باي.